Hello. صراحة أنا خايف أسوي أمري أني بطل. اليوم راح نلعب أمنيجيا. اللي ما يعرف هذه اللعبة صراحة من أروع الألعاب اللي لعبتها في حياتي، لعبة رعب. طبعا هاي اللعبة لعبتها تقريبا قبل 7 سنوات 8 سنوات، والله ما أذكر، وما ختمتها. بس قبل لا نبدأ المقطع، لايكات بويز، أهم شيء اللايكات. Anyway, let's go. Start a new game. Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London. اسمه داني. من لندن. Mayfair. What have I done? Mayfair. This is crazy. شو سويت؟ هذا جنون. لا تنسى، لا تنسى، لازم وقفه. ركز. توقف مين؟ اسمي انا دانيال. كيف بس وانا اترجم؟ اوكي، انا اتذكر شويه من اللعبه بس ما اتذكر كثير صراحه. ايش لازم نسوي بالضبط؟ مكتوب فوق مومنتو هاز بين ادد تو. اوكي نضغط جي. حلو. نوتس، هذا دايريز، وفي مومنتوز. اوكي تمام. ففي بداية اللعبة يقولون مومنتو، ما اعرف ايش يعني مومنتو صراحة، بس هذه هي. نفس تعليمات، يعني يقولوا لي ايش اسوي. Follow the liquid trial and find its source. مكتوب اتبع السائل. Trial نفس يعني شيء كذي موجود على الأرض لازم اتبعه. أتوقع الدم، هذا الدم الليكويد هذا لازم اتبعه. أتذكر أقدر أشيل أشياء. أيوة. أوكي. لازم تطلع من الظلام، لازم ما تكون في منطقة مظلمة، لازم دائما تكون منطقة فيها إضاءة. وعندك أداة ثانية اللي هي وين هذا؟ في نفس مصباح يكون عندك، هذا لازم تستعمله عشان ينور لك المكان. بس مرة إذا كنت مكان ظلام على طول اهرب. أيوة شوفوا، تندر بوكس. أوب. والله اليوم قوي. والله احس انه بيصير شيء. لا 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 لا. هذول بيتحركون، عندي حساب. اوكي 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 اوكي. وين اروح؟ اوكي انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. باي 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 باي. لا اوه يخرب بيت. بسم الله. لا ما بشوف ايش. اقدر اسوي بيك. هلو. ما في احد. هولد داون ليفت ماوس اند موف ذا ماوس. اوكي. مكتوب ان الليفت ماوس يفتح بفتح لازم اضغط الليفت. المهم انتوا فهمتوا، اذا برمي اضغط الليفت. خلني اجرب اشيل شيء. ما في شيء اشيله ارمي. اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه الرايت كليك يرمي الاشياء. ايوه تندر بوكس، هذا اللي اريده انا. تندر بوكس ار يوزد تو لايت كاندلز. مكتوب ان هذه التندر بوكسز ما ادري ايش يعني، كبريت اتوقع. كبريت يستخدم لاضاءة الشموع والاشياء الاخرى، يعني مو بس الشموع، ايضا اشياء اخرى يعني تستعمل. انا اقول لاعبي ليه قاعد يمشي على جنب طول الوقت.
عموما لازم نكمل الرحلة اللي هي انه لازم نمشي ورا هذا الليكويد لين ما نوصل للمكان اللي نريده. ارجوكم بلا مفاجآت بليز. يا اخي الاصوات والله الاصوات تخليك في حجة. والله اني سمعت خطوات يا اخي. ليتني لعبته قبل لا اصور. لا 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 لا, لا. هذا بيتحرك. اوب 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 بليز نون. لا لا بليز 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 ما لي على المفاجآت. والله ما احب المفاجآت يا اخي. لا 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 خلاص 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 اناس. طيب وين اروح؟ وين اروح؟ اوكي 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 ها اكمل اوقف. قل لي اذا طيب ايه يا شبح قل لي. اجاني. لا 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 نو 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 خلاص 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 امزح بروح باي. لا 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 هات كيكي روح تركني. ايش هذا الليكويد هني؟ خلص بليز لا تطلع يا اخي. ما اريد ما احب المفاجآت خلاص يا اخي. ليش اللاعب بطيء يا اخي؟ ما في رن في باب فتح كمان. لا تمزح يا اخي. على اساس يعني الكرسي بيخوفه يعني. سوري بالغلط اسف يا سوري خرب الغلط معليش كلمزي. لا 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 ليش شاشة تتحرك خلاص. لا والله ما ادخل. ادخل ولا لا؟ يمكن الاقي شيء. ترى ظلمة والله ما اشوف. حلو. لازم ما قعد فترة طويلة في الظلام. اوكي الشفت يركض اوكي حلو. اوكي نفتح الباب. هيلو ملابس. يصير ادخل داخل واسكر على نفسي؟ ايه. ياسا يا اخي انتو لازم تجون في الطريق يعني. روحوا بعيد سيروا بعيد يلا لعبوا بعيد. اوكي هذه غرفة اوكي الحمد لله. هني في اضاءة ما في اضاءة اوكي. لا 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 اطلع 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 بيوير اوكي. في شيء اسمه سنتي اوكي ما اعرف ايش يعني سنتي بالانجليزي ايش بالعربي. مكتوب بي وير ستاند ان داركنس يعني لا تقعد في الظلام لان اذا قعدت في الظلام راح يقل عندك شيء اسمه سنتي. ما ادري ايش هذا الصراحه. فكل ما قل كل ما كانت يعني الخطر اعلى يعني راح يجيك واحد يقتلك على طول. فهمت علي؟ يعني مثلا الحين انا ولعت هذه المفروض ما يجيني شيء مفروض. يا رب ما يجي شيء. ايش السالفة؟ والله ما اعرف السالفة صراحة. يعني في شيء موجود هني في اللوحة مثلا ورا ستارة. الفاضي انا يعني والله يخرب بيتكم خلوني اولع هذا على الفاضي. ليتني ما دخلت. لا يمكن في شيء يا اخي غرفة على الفاضي كذي ما في. خلاص خلاص بروح. نسكر باب عشان الشبح ما يجيني او جني ما ادري ايش. ها ايش الو خلونا صحاب. اوكي بروح
مفروض في إضاءة هنا، يعني مفروض ما يجيني شيء. يا رب. اوكي خلصنا أول مرحلة. لا تنسى تشترك في الحساب وافتح خاصية الإشعار ليصلك كل ما هو جديد.